في محافظة السويس داخل مدينة السلام وبالقرب من مركز علاج الأورام، تبنى مواطنون مبادرة لتوفير سكن للمرضى القادمين من المحافظات المختلفة من أجل العلاج. القناعة اللي عندنا إن دايما بنقول المريض مهما كان محتاج، إن ما كانش محتاج ماديا محتاج دعم نفسي ودعم معنوي، فده اللي احنا الحمد لله يمكن بشهادة الناس قدرنا إلى حد كبير نحققه معاهم هنا، إن احنا المكان ما كانش مجرد إن يبقى مكان إقامة، لا ده إعاشة كاملة، غير بنحاول برضه نشركهم في حفلات ورحلات عشان بنحاول نقدم للناس الدعم النفسي والمعنوي. الحكاية بدأت من أنا سمعت من المهندس حمدي، وده أخ وصديق رحلة عمر طويلة قوي، فقلت له إن احنا عايزين نعمل حاجة زي ورشة عمل في كل شقة، إذا كان فيها نزيل أو اثنين أو عشرة أو أكتر، اللي منهم يقدر يساعد معانا يساعد طول النهار أي وقت يقدر يساعد فيه. ومن هنا ابتدت الفكرة تتنفس في شقة واثنين وثلاثة وأربعة، وصلنا دلوقتي بحمد الله لثمان شقق. لأن الموضوع ليه تأثير نفسي هايل، مش ليها هي بس، لا ده لكل الناس. الناس بدأت مثلا، احنا عندنا في البيبان بنشتغل بالفوم، الفوم ده مادة سلسة وسهلة جدا، يعني بالمقص كده ونبدأ نشكل. بدأوا هم احنا نرسم وهم يقصقصوا، طب نلزق مع بعض، فبدأ يبقى في روح حركة، عارف زي ايه، زي المعسكر. يبقى الموضوع بقى مش احنا جايين نعمل، لا ده هم بقينا كلنا مع بعض بنشتغل. مواطن السويس أطلقوا على الوحدات السكنية مبادرة شقق الخير، وتهافت العديد من أهالي المحافظة للمشاركة في المبادرة بطرق مختلفة. أنا باخد الجماعة الحالات اللي موجودة بقدم تطوع مني بس لحد المستشفى معهد الأورام، وبرجع تاني بيوم بعد الوردية بروح أجيبهم وباجي بيوم تاني على المكان نفس المكان وبنزلهم عند البيت. بس ده تطوع مني، دي حاجة مني أنا بعيد عن أي حاجة. الحالات بعد ما بتقضي معانا وقت هنا وبتقدر تشوف وبتشوف كل، مش هقول اللي احنا اللي بنعمل، الناس اللي بيشاركوا معانا سواء بقى ماديا او معنويا كمان، وفي رحلات وخصوصا الرحلات اللي احنا بنعملها لهم بتغير مودهم ونفسيتهم جدا، بيوصلوا لدرجه ان هم ما بيبقوش عايزين يمشوا من السويس، وبيشوفوا ان السويس كلها الناس اللي بتتعامل معاهم. الحمد لله لقيت مكان محترم وفيها ناس محترمين وكل شيء متوفر في الدار، ومعاملة ما فيش بعد كده الحمد لله، والأجهزة جميلة جدا جدا، والعناية جميلة، والمقابلة ما فيش بعد كده مقابلة ما شاء الله عليه، الأستاذ حمدي الصديق والأستاذة نجاة والأستاذة سلوى والأستاذ محمد الصغير ومعرفش بقية الجماعة بقية المجموعة، لأن دول اللي احنا بنشوفهم على طول، فما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على المقابلة والعناية وكل حاجة كويسة لقيناها مع الناس دي. وفعلا فعلا أنا حبيت السويس عشان الناس دي. فنانون تشكيليون وموظفون بمديرية التربية والتعليم تطوعوا بالرسم على جدران الوحدة السكنية وتعليم المرضى فنون الرسم المختلفة من أجل التخفيف عنهم ورفع الروح المعنوية لديهم أثناء فترة العلاج بمركز الأورام في محافظة السويس.